ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي مؤكداً على الموقف الداعي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استناداً إلى مبادرة السلام العربية. وفي ذات السياق تحدث أبو مازن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد على الموقف الفلسطيني الأردني المشترك المتمسك بمبادرة السلام العربية والقائم على رؤية حل الدولتين. وتتواصل المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الحركات والفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات لليوم الثالث على التوالي في الداخل والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، رفضاً لما يسمى بصفقة القرن والورشة الأمريكية في البحرين، ودعماً لمواقف القيادة الفلسطينية الرافضة للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.